يقول السائل: كيف الرد على من يقول إن إضافة القرآن إلى الله إنما هي إضافة تشريف في قوله تعالى حتى يسمع كلام الله؟ هذا قول الجهمية، يقولون القرآن مخلوق وإضافته إلى الله إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه مثل بيت الله وناقة الله إضافة تشريف، وهذا باطل، ليس هو من إضافة المخلوق إلى خالقه، وإنما هو من إضافة الصفة إلى موصوفها وهو الله سبحانه وتعالى، مثل سمع الله وبصر الله كلام الله صفات، هذا من الصفات.